حياكم الله مشاهدينا، رجعنا نتواصل معاكم ونشكر زميلنا نجيب القحطاني على هذه الفقرة الجميلة الديوانيات. مثل ما قلنا لكم أيام قليلة وتمر علينا الذكرى السنوية الأولى لحادثة تفجير مسجد الإمام الصادق. هذا الحدث أكيد اللي وحد صفوف الكويتيين، والعدو كان يعتقد أنه راح يشق الصف والنسيج الواحد لهذا المجتمع، وفشل أكيد في كشف مثل هذه الأحداث معدن الشعب الكويتي الأصيل. اليوم يسعدنا راح يكون معنا لقاء مع أبناء شهداء مسجد الإمام الصادق. بالبداية نرحب بالسيد حمد طاهر أبو حمد، حياك الله. أكيد معنا أحمد عبد الحميد الرفاعي، حياك الله، ومحمد أكيد جاسم الخواجة، حياكم الله، مبارك عليكم الشهر. علينا وعليه، يعطيكم العافية، وإحنا سعيدين بتواجدكم على شاشة تلفزيون الكويت. ويمكن نقول أن الحدث هز الكويت وحزننا حزن شديد، لكن لما شفنا تلاحمنا وشفنا توحدنا حسينا بفرحة بصراحة. يعني الفرحة هذه تبين يعني أن أهل الكويت وحدة، يعني بوحدة ما تفرقهم شيء. شنو كانت قبائلهم، شنو كانت طوائفهم، مهما يكون الكويت شعب الكويت واحد، ما يفرقه ولا يزعزع أي عدو. فنتكلم عن المعاناة اللي عشتوها والأشياء هذه اللي شفنا. يعني أنا اليوم شفت المقتنيات مالت الشهيد طاهر، وأكيد أنتم كلكم عندكم مقتنيات خاصة فيكم. نبدي معك سيد حمد، يمكن يعني بالبداية هذه الذكرى الأولى اللي تمر عليكم والوالد مو موجود بينكم، تكلمنا عن أحداث شهر رمضان، تونا اليوم ثالث يوم. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكر الحقيقة تلفزيون دولة الكويت على هذه المبادرة في اللقاء في بعض أسر الشهداء. طبعا انتهز فرصة أن أقدم التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله الشيخ صباح الأحمد اليابر الصباح، وسمو ولي العهد، وأيضا سمو رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية، وكذلك التهنئة موصولة لكل الشعب الكويتي والمقيمين على هذه الأرض الطيبة الكويت. نعم. أعود الحقيقة لسؤالك وسؤال أختي حصة في يعني موضوع جامع الإمام الصادق ومجريات الحدث اللي صار العام الماضي في شهر رمضان. أشارت الحقيقة أختي حصة وأشرت كذلك إلى أن بالفعل في تاريخ 9 من شهر رمضان العام الماضي هز الحقيقة العالم كله نبأ تفجير جامع الإمام الصادق، وهز أيضا الحقيقة عاصمة الكويت، في قلب العاصمة تحديدا جامع الإمام الصادق يقع في عاصمة الكويت. صحيح. وبلا شك أن الحدث كان يعني كان أليم وفاجع الحقيقة، والكل تفاجأ في هذا النبأ اللي على أثرها راح أكثر يعني تقريبا 26 شهيد وأكثر من 225 جريح. نعم. ما زال بعض الجرحى يعاني من آلامه وأناته الحقيقة، وأيضا ما زال بعضهم يتلقى العلاج حتى هذه اللحظة. فنتمنى لهم الشفاء العاجل. آمين يا رب العالمين. وندعو لهم الحقيقة في هذه الليالي المباركة من شهر رمضان أن يمن على جميع الجرحى والمرضى بالشفاء العاجل التام. نعم. طبعا كان يعتقد البعض مخطئا الحقيقة بأن الحادث اللي حصل من تفجير أن يهز المجتمع الكويتي. صحيح. وإن كانت التجارب أثبتت يعني ليس بتفجير جامع الإمام الصادق، الاحتلال قبله، مثل هذه الأحداث تتوحد الصفوف، وبنفس الوقت التلاحم يزيد. ونأكد الحقيقة إصرارنا بتلاحمنا مع قيادتنا ومع بنفس الوقت بأطياف المجتمع الكويتي. بذاك اليوم الحقيقة يعني احتوى سمو أمير البلاد الموقف بلحظة التفجير، وجوده في 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 اللحظات الأولى من بعد التفجير، أكيد بعد دقائق من التفجير، بلا شك كان له حقيقة دور كبير في امتصاص الموقف بذاك الوقت وتفقده أبنائه في نفس يوم الحدث في داخل الجامع. على الرغم من يعني خطورة الموقع وجسامة الحدث، إلا أن أصراره كان يتفقد جريح جريح، وأيضا كان يتفقد شهيد شهيد. نعم. فالحقيقة تأثر من المنظر وروعته، وأطلق الحقيقة الكلمة اللي هزت كيان العالم بأن هذول عيالي. هذه الكلمة الحقيقة لها صداها مو فقط في نفوس أبنائه من شهداء أو أبناء الشهداء، لا، كانت رصاصة في قلب العدو، يعني في قلب الإرهابيين والدواعش الذين أرادوا الحقيقة فتنة من خلال عملهم. صحيح.
الحمد لله احتوى الموقف من بعد التفجير ومن بعد تشييع الشهداء أمر بإقامة مجالس العزاء في مسجد الكبير. الدولة الكبير ولمدة 3 أيام، والمنظر يعني الحقيقة اللوحة الجميلة التي رسمت في ذلك اليوم الكويت كلها كانت وقوف سموه على رأس المعزين، هو الذي يستقبل هو صاحب العزاء، ووقف مع أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية، وعلى رأسهم طبعا سمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة وأعضاء مجلس البلدي. فأمانة كان منظر يعني نادر ما أن يحصل، وأثبت الحقيقة هذا الأمر بأن الكويت بالفعل حكام ومحكومين على صف واحد. صحيح. ما تفرقهم أي محنة، بل بالعكس كل ما زادت المحن زاد الالتفاف حول قيادته وزاد تلاحم الشعب، لا فرق بين سنة وشيعة ولا فرق، وإن شاء الله تستمر مو بس بالمحن. وإحنا خاصة ما أخفيك سر أن عائلة محمد لها شهداء أكيد. سواء كان بالاحتلال أو في مقاومة الإرهاب رحمة الله عليهم. وختمناها الشهداء في تفجير جامع الإمام الصادق الذين أرادوا فتنة بهذا البلد. نعم، هذه رسالة واضحة كانت للفتنة بأنها أخطأت العنوان. نعم بالضبط. فننتقل ويا أحمد. أحمد أنت ما شاء الله الزميل وفي مجال الإعلام، دخلت في عدة حوارات كانت مختلفة ومواضيع، اليوم يوم يكون الحديث عن الوالد الشهيد رحمة الله عليه، شنو الرسالة اللي حاب تقولها؟ طبعا بالبداية أتوجه لكم بالشكر على هذه الدعوة اللي وجهتوها لنا، وإن دلت فإنما تدل على حرص الجهاز الإعلامي الحكومي على تبني مثل هذه القضايا، وهذه القضايا هي قضايا وطنية في النهاية، هي ليست قضية أحمد من الشهيد الرفاعي ولا قضية الشهيد محمد، هي قضية وطن، قضية أمن هذا الوطن اللي في لحظة من اللحظات تعرض لخطر، وإحنا كان مفروض علينا دورنا أن نقف يعني ونشكل الصف الواحد والوحدة الوطنية. على المستوى الشخصي يعني الوالد رحمة الله عليه، وهو ابن وزارة الإعلام اللي كان يعمل في أروقتها وفي أزقتها، كان حريص جدا على أن يكون دائما متواجد فيها. في هذه اللحظات الوالد السنة اللي طافت كنا بزيارة الأمير، أنا وأبوي كنا في زيارة الأمير في الأيام الثلاث الأولى. إيه نعم. تحديدا ثاني يوم كنا بزيارة الأمير في الليالي العشرة الأولى، يعني تحديدا الخمس ليالي الأولى كنا في زيارة الدواوين. وأنا ذكرتها قبل ذلك أن الوالد في أول 4 ليالي زار يعني يتعدى 30 ديوانية، يعني شيء غريب، يرسم لك شيء غريب. صحيح. يأتي الدور الحين على إحنا شنو اللي المفروض نسويه بعد هذا العمل، هل هو عمل إجرامي خلاص تستسلم له ولا لا؟ هناك رسالة اليوم علينا رسالة. وأنا لذلك وجهت رسالة شكر لهذا الجهاز الإعلامي الحكومي اللي تبنى مثل هذه القضية. كانت وما زالت الكويت عصية على الإرهاب أكيد. وإحنا كان ممكن أن نتعاطف مع هذا الموضوع، ننجرف وراء هذه القضايا، ولكن لا، ولله الحمد بفضل يعني الحكمة لدى القيادة السياسية ممثلة بالوالد العظيم اللي دائما نجله في مثل هذه المواقف ونلجأ له في ظل الحيرة، نسوي عزة ما نسوي عزة، وين بنسوي عزة، هذه الأسئلة اللي تتبادر إلى الأذان في بداية الحادث. نعم. يرد عليك حضرة صاحب السمو أمير البلاد أمام العالم كله، أنا اللي أسوي العزاء مو أنت، أنا الذي أقرر مكان العزاء ووقت العزاء وليس أهالي شهداء، أنا صاحب العزاء. نعم. هذه الكلمات اللي كانت يعني مؤثرة علينا. التأثير الأكبر لما حضرة صاحب السمو أمير البلاد في ثاني يوم استقبلنا، قال ليش تستغربون استقبالي لكم، أنتم أبناء هذا الوطن. هذه الكلمات التي جعلت من الإرهاب عصي وقزمت حجمه على مستوى المنطقة، ولا تنسى أن أيضا المنطقة بهذه اللحظات تمر بمرحلة حساسة أكيد. ولكن دور القيادة السياسية الحكيمة قللت من هذه الأمور، خففت من هذه الأمور. نرجع الآن إلى الأسرة الكويتية، المجتمع الكويتي المتماسك، الأمور التي جبلنا عليها، اللي رباني عليها الوالد. أنا أبوي عودني إن في بداية رمضان أزور الأمير، أنا أمس زرته، رحت ديوان الأمير ورحت سلمت عليه لأن له مقام كبير بالنسبة لنا. عودني أن نزور الدواوين برمضان، إحنا كذلك على سجية الوالد، وهذا ديدنا أن إحنا يعني نذهب إلى هذه الغبقات الدواوين نسلم على رجالات الكويت اللي تعودنا أن إحنا نشوفهم. لذلك نحن على هذا النهج نسير، وكلمة قلناها في البداية نرددها الآن، بأن هذا المجتمع لمن حاول ولمن يريد أن يحاول هو عصي على الإرهاب. صحيح. ما يقدرون، لأن هذا المجتمع بكل أطيافه الدوي الحضري السني الشيعي هو أسرة واحدة، وقد تمثل وتجسد هذا الدور العظيم في لحظة العزاء
وكان موجود يعني الإعلام الحكومي ينقل تلك اللحظات. واجب هذا شاف يعني كيف العزاء تجسد من أهالي الكويت المقيم على هذه الأرض اللي حرص أنه يزورك من خارج دولة الكويت مو داخل دولة الكويت. صحيح. حتى ينقل لك العزاء ويرفض هذا العمل الإرهابي. لذلك هي كانت رسالة واضحة من الوالد والدي رحمة الله عليه بزيارة الدواوين، وبإذن الله احنا ماشيين كملت عليها المسيح. ودور الإعلام اللي كان يعني كذلك يمارسه احنا ايضا ان شاء الله بإذن الله على هذا النجم. اكيد رحمة الله عليه. نبي ننتقل حق محمد جاسم الخواجة. محمد، هذه السنة الأولى اللي الوالد ما يكون معاكم خلال شهر رمضان، عطنا تفاصيل هذه الأيام. بالبداية الأخوان ما قصروا بالشكر، وأنا أقدم نفس الشكر نفس كلماتهم. واجبنا الله يسلمكم. بالنسبة حق الحالة الاجتماعية اللي احنا قاعد نمر فيها مرور عام كامل، أو باقي أيام قليلة على مرور العام السنوية اللي راح نمر فيها، طبعا هو شيء صعب بدون مجاملات، شيء جدا صعب على كل إنسان فقد اللي هو والد. وبالنسبة لوالدي هو كان دكتور، كان معلم، كان أستاذ، هو كان دكتور في جامعة الكويت قسم علم نفس. فقد الأب اللي احنا قاعد نحسه كمشاعر الأب هذه بحد ذاتها عاطفية جدا مو قادرين نتحكم فيها بهالأيام هذه. صحيح. ممكن في أيام قلت رحمة من الله سبحانه وتعالى، والأيام هذه قاعد ترتفع تزيد مع قرب السنوية نفسها. هذا من جانب الأب، من جانب النصائح اللي كان يقدم لنا إياها بشهر رمضان. بالنسبة حق التواجد الدائم، طبعا هو كان إنسان كثير الانشغال، كان أكاديمي ودكتور في مجاله، كان أكثر وقت يقدم خدمات حق الشباب وحق أهالي دولة الكويت إلى آخر لحظة اللي هو كان يوم الجمعة. هذه ذكرتها قبل، أنه كان كاتب خطاب بخط إيده عن مكافحة الإرهاب. سبحان الله. ونسى الكتاب على المكتب، مكتبه بالبيت، وترك البيت رايح المسجد أساس يقدم المحاضرة هذه اللي هو الوقاية من الإرهاب الساعة 3 أو الساعة 2:30 بعد صلاة الجمعة. قدر الله أن يصير الانفجار هذا واستشهد، ولكن رسالته وصلت بأكمل صورة حق المجتمع الكويتي. عاطفيا مثل ما قلت الموضوع جدا صعب، المعاناة واحدة. طبعا أنا فقدت مو فقط والدي، أنا فقدت والدي وعمي وولد عمي وولد عمي الآخر وولد خالتي، فإحنا عندنا 5 شهداء، كلنا أهل، كلنا قراب من بعض، فخمس شهداء بيوم واحد كانت من أصعب اللحظات اللي تلقينا فيها الخبر. ولكن أرد على الدور اللي الوالد رباني عليه، هو كان دكتور في علم النفس وأنا تخصصت في علم النفس، فخذيت دوره تلقائيا من أول يوم من استشهاده، وقفت مع أهلي مثل ما هو كان يوقف معاهم وبمحنتهم. يعني أنا من ساعة قاعدة أسولف مع حمد، قاعدة أقول لك إنه لازم واحد منهم يكمل مسيرة الأبو. طبعا. فما شاء الله أنا الحين من كلامكم قاعدة ألاحظ إن كل واحد فيكم قاعد يكمل مسيرة الوالد. صحيح. الله إن شاء الله يسكنهم فسيح جناته يا ربي. بس بعيدا عن الأزمات، شلون تكون وحدتنا؟ يعني لازم تصير في أزمة مثل هالأزمة عشان نقول إن الكويت وحدة، ولا بعيدا عن الأزمات ممكن نثبت حق الكل إن الشعب الكويتي بكل طوائفه واحد؟ أنا أقول شوف، الأزمات الحقيقة تأكد هذه اللحمة، يعني الدماء التي سالت في جامع الإمام الصادق، إحنا كشعب، إحنا كأبناء شهداء يجب أن نصون هذه الدماء بالحفاظ على وحدتنا وتأكيدها، سواء كان بالتفاف حول القيادة أو أيضا يعني التفافنا كشعب، لا فرق بين سني وشيعي ولا فرق بين حضري وبدوي، والحمد لله بهالبلد نعيش بكل يعني بجميع دياناتها، الإسلامي والمسيحي، قاعد نعيش الحقيقة بقيادة حكيمة واستقرار، ويعني المحبة موجودة. وبعدين الأنبياء والرسل كلهم أرسلوا من أجل السلام ومن أجل المحبة. أكيد. الله لا يغير علينا إن شاء الله. الحمد لله. يعني هذه نعمة من نعم الله الذي أنعم الله علينا بهالبلد. نعم. بأن يعني كأباء أول شيء قدوة لنا، وهم الحقيقة اللي رسموا هذا الخط، بأن الحقيقة يعني نلتفعوا لقيادتنا، ومثل ما تفضل الأخ أحمد والأخ محمد أبناء الشهداء، بأن يجب علينا أن نحافظ على هالوحدة الوطنية، وأن الدماء التي سالت الحقيقة نحافظ عليها أيضا،
وبعدين ترى الشهداء ما ماتوا أكيد أحياء الشهداء أحياء بيننا وهذا اللي بشرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه يوم قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وهم ما غابوا عنا صحيح الأجساد غابت ولكن بقت روحهم بقت صورهم الحقيقة ماثلة أمامنا نفسهم أيضا باقي أمامنا حركاتهم مكانهم يعني بكل الحقيقة بيكون موجود بيننا الإنسان يعجز عن وصف الحالة في أن الشهداء ما زالوا أحياء بيننا يعيشون صحيح ولكن الأجساد غابت نعم رحمة الله عليهم أنا ما أدري إذا شفنا ويانا اللقطات الخاصة بمسجد الإمام الصادق إبراهيم شفناها طبعا زميلنا نعم بنعرضها وياكم هذه اللقطات الحصرية من داخل مسجد الإمام الصادق هذه اللقطات أكيد اليوم تم تصويرها من قبل المخرج إبراهيم الملة أحب أشكر رئيس قسم الإشراف وصيانة مباني العاصمة المهندس علاء الكاظمي ومثل ما قلنا هذا أول تصوير داخل المسجد بعد إعادة ترميمه نشكر مدير إدارة محافظة العاصمة المباني جعفر القطان المهندسين المشرفين بدر بالحسن وهيب عيسى حسين الدريع عادل وناصر اليعقوب شفنا هذه اللقطات اللي موجودة داخل مسجد الإمام الصادق لإعادة تأهيل هذا المسجد يمكن لاحظنا في جزء من الطلقات موجود. الموجودة موجود. ما زالت موجودة تفقدتوا المسجد شفتوا داخله بعد إعادة التأهيل يعني كافتتاح رسمي هو لم يتم الإعلان عنه ولكن أي واحد يبي يروح يبدأ يروح ممكن الواحد يزور نعم بس كبداية يبقى رحنا وطبعا نظفنا المسجد وشلنا الأجزاء المتكسرة أغلب اللي كانوا متواجدين هم كانوا أهالي الشهداء نفسهم نفس الوقت كانوا هم اللي ينظفون بعد كنا احنا طبعا احنا مبادرة منا كانت ان نبي نروح ايضا نساعد ونشيله كان مو فقط من اهالي الشهداء اي شخص اي شاب كويتي كان طبعا كان شهر رمضان الماضي صيام وحر ولكن كان في جهد كبير من الشباب يو ونظفوا وشالوا الاجزاء المتكسرة وكل الامور هذه يعني انا ما ادري يعني شنو الشعور راح يكون لما تدشون المسجد عقب ما يتم لا لا هو يعني خلينا واضحين هو هذا شويه صعب هذا السؤال الاهم ايه؟ ان احنا بعد اللي صار بعد دخول المسجد بالعكس انا ما ادري ليش يعتقد البعض بان احنا زعلانين انا في يعني لما تلقيت الخبر انا ما كنت زعلان كنت فرح جدا لان والدي وصل الى مقام رفيع جدا هو الشهاده وأنا أسأل الله يعني أنا دائما أسأل الله اللهم ارزقنا الشهادة التي قل نظيرها أنا ما أدري يعني شنو خاتمتي ولكن أنا تطمنت على خاتمة الوالد عندما أدخل إلى هذا المكان سأدعو كما كان يدعو والدي وكما كان يدعو الشهداء أن ننال هذه الشهادة هذا المكان بالنهاية ما يخوفنا هو بيت من بيوت الله والعدو دائما لا يجدنا إلا في هذه الأماكن يعني العدو لا يجد تجمع للمسلمين هو كان هدفه انه يزعزع الثقه بهذا المكان انا قلت لك عصي عليه قزم كان هذا الارهاب امامنا يعني مبادره حضره صاحب السمو دور الاهالي دور المجتمع الكويتي الكلمات الاعلام كله اللي تفاعل مو بس الاعلام الكويتي لنضع الاعلام الكويتي على جنب الخليج كله على الخليج ولا على الوطن العربي ولا على مستوى العالم لا تتخيلون كم الاتصالات الهائله اللي كانت تصل الينا وترد الينا من قبل الإعلام العربي شنو رأيك بهذا التفجير هذا العمل إرهابي وعلى طول سمي بعمل إرهابي لم أجد جهة واحدة عين نتحداهم على الهواء مباشرة ولا جهة واحدة امتدحت مثل هذه الأعمال لكن دخولنا للمسجد بالعكس ندخل بكل فخر واعتزاز وكرامة ومرفوعين الرأس وحطوا لنا نهج وحطوا لنا طريق نفتخر فيه أنا على المستوى الشخصي ما أدري لكن على المستوى الشخصي أفتخر بالدور اللي قام فيه الوالد وقدم نفسه فداء لهذا الوطن طول عمري اكيد كنا نتمنى لو كنا يعني مكانهم وندري مكان التفجير عشان كنا اول الناس اللي نروح في الحقيقه في قضيه التفجير يعني هم الهدف من 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 اهداف مع الارهابيين ان يقللون عدد المصلين في بيوت الله المسجد ايه وبالتالي اي عمل ارهابي جبان لن يخيفنا يعني واحنا مستعدين مو نقدم يعني فقط 26 شهيد على استعداد نقدم شهداء أكثر وأكبر في حال تصدينا احنا ما نحط الدروع على القلوب لا نضع القلوب على يعني على الدروع اكيد لنحمي الحقيقة هذا الوطن يعني أؤكد بأن قضية حتى ترميم وإعادة تأهيل للجامع جامع الإمام الصادق واللي تكفل فيه الأمير حفظه الله مشكورا الحقيقة على يعني تكفله في إعادة ترميمه وتأهيله على نفقته الخاصة وهذه هم مبادرة الحقيقة يشكر عليها وبلا شك أن لها أكبر الأثر في نفوس أبنائه
لما قال هذول عيالي بالفعل أكد حرص الأب على أبنائه بأن يكون هو المتصدي لهذه الفئة الضالة من الإرهابيين. وأيضا كانت رسالة واضحة بأن بالفعل هذول عيالي وأنا مسؤول عن كل ما حصل. ولكن يبقى الحقيقة الإرهاب لخط في قضية إرهاب البشر قبل الحجر. يعني اليوم ينفجر جامع الإمام الصادق، وعلى الرغم من وجود مثل ما تفضلتي الآن يمكن تركوا عمود من الأعمدة بآثاره، ما بأشرح الحقيقة ويعني أزعج المشاهد، ما تدرون شنو الآثار اللي على أجساد الشهداء. أكيد. ولا بأنقل الصورة. صحيح. أحد الجرحى ما زال يعاني من جراحة، لو هم أبي أنقل لكم الصورة راح تكون مزعجة لكم، ولكن هنيئا لهم الشهادة. نعم. مو كل واحد ينالها. أكيد. إحنا اليوم نفتخر يشيرون له. هذا ابن الشهيد، هذا حفيد الشهيد، هذه زوجة الشهيد. صح. وسام الموت غيب حقيقة صحيح أجساد، ولكن تبقى الشهادة لها كرامتها. والله أكرمنا بهذه الشهادة. أكيد. إحنا بنتكلم على السبع المقتنيات الموجودة اللي اليوم جبتها ويانا. هذه بعضها أكيد. يعني هذه بعض المقتنيات. نعم. الحقيقة الشهيد الوالد طاهر أبو حمد يعني كان يعني يعشق التراث. نعم. يعني حتى الحين أنتوا اللي حاطين هذا الجهاز يعني عنده أقدم منه. هذه طبعا بعض مقتنياته، هذه بطاقته المدنية ومقتنياته اللي كانت معاه. نعم. هذه بطاقته المدنية كانت جيبة وأثرنا عليها طبعا بعد تنظيف جامع الإمام الصادق. أيضا رخصة قيادته طبعا كانت ملطخة بالدماء، ما كانت بهالنظافة. رخصة القيادة أيضا شيبة حقيقة هم ملطخة كانت بدمائها. رحمة الله عليهم. رحمة الله عليهم. إن شاء الله ويسكنهم الله. الشهادة الحمد لله. وفخر. هذه شهادة الميلاد القديمة طبعا. نعم. الله يرحمه يعني إن شاء الله ويسكنهم فسيح جناته إن شاء الله يا ربي. هذه أيضا ومثل ما قال هما عايشين بيننا. بالضبط بالضبط. هذه جنسيته وأيضا بنفس الوقت مشاركته في قضية الانتخابات في كل انتخابات نيابية. نعم. أو بلدية. يعني أكيد. إحنا نشكركم هم اليوم على وجودكم في برنامج غبقة رمضانية، رسالة جميلة وصلتوها لطابع المجتمع الكويتي. نشكركم، أخذنا من وقتكم، وصلنا إحنا شيء يمكن حصة للختام. يعطيكم ألف عافية وسعيدين بتواجدكم عبر شاشة تلفزيون الكويت، ونتمنى لكم كل التميز وكل النجاح، والله يصبر قلوبكم إن شاء الله. إحنا وصلنا حق الختام. نشكر أكيد الأشياء الجميلة اللي قدامنا، القصة عقيلي هذا اللي قاعد تشوفينه. ايه؟ من ريمبو شي شكله من مشروع سيفود، هو ماي بلوج يسوي. ايه؟ سيفود. ايه؟ وأيضا القصة عقيلي هذا، قصة عقيلي ريمبو. حلو. وعندنا ذا جون فلاور. ذا جون فلاور زي لنا هذا حلو. وهذا من ذا ديتيلز. ايه؟ شغلهم حلو ككا، راح نجربه ان شاء الله بعد. لازم نخليكم تجربونه. انا اللي عرفت ان هذا لنا مو لكم. اكيد هذا احتفال بوجودكم اليوم وياكم. لا انت تصور وياكم. اكيد تبي تشكر احد. طبعا اشكر مشعل العجيل على الميك اب والازياء دار الزين وعبير هير سكتش، ونتمنى لهم كل التوفيق، ومن لا يشكر الله لا يشكر الناس. اكيد. انا احب اقول ان انا كويتي واعرف اني اعيش بارض كالجنه، بدو شيعة حضر سنة حب هالأرض يسكننا. نشوفكم إن شاء الله في حلقة باكر. طمع الله.